ده قلب صبار، اللؤلؤ الأبيض الساحر. and دي البرتقانة العالمية المسلوقة. احنا بنجيب اي برتقانة ونسلقها في شوية مية نص ساعة، بعدين بنقطعها ونضربها بالخلاط عشان او فيتامين بالكبة سي هنا. عشان اقدر اخد فيتامين سي لمعادلة التساقط بتاعت فروة الشعر. الزبادي كمان بتحتاجين ملعقة لملعقتين على حسب طول الشعر، زبادي يوجرت. انا دي مهمه قوي لاختي، انا ايوه انا عارف. تساقط and الشعر ده now عندها مشكله بذور خالص. الكتان المغلية ومتصفية سلايمي جل شابا بابور دي، and كمان هنا لا مش روز، هنقدر نقول، ما ينفعش روز نخليها مسلوق هاي الرز عادي المسلوق جدا في شوية مية، انت بنحط عليه وهو مسلوق شوية نشا. مية، لا من غير نشا، بنزود عليه المية لحد لما يعجن تمام، كأنك أول مرة تطبخين وباظ منك الرز، بعدين اضربيه بالمدفعية الخلاط خليها ناعمة قوي. خلاص. وده عسل. اللي ماسك روحنياته ده عسل أبيض عادي جدا قوي خالص، عند بذور كتان المسلوقة اهي مع بعضيات عشان تشوفونها، ده زيت زيت الروزماري اللي انت عاملاه. المصنوع في البيت، شوفوا قد ايه الكلاود بتاعته، بصوا كان لونه الاول في الحلقه اللي فاتت كان لونه مش كده، لما لا والله قعد كان تقل كده، لا كان كمان كده. تقل اكتر، صفار بدايه، وبتبتدي تخلطي الحاجات دي مع بعضياتها يا نهار على حسب طول شعرك، يعني اذا شعرك قصير بتحتاجي معلقه 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 وصفار بدايه واحده، لا إذا شعرك طويل زي مدام سهير الجميلة اللي جنبي دي بتاخدين دبل اعملي كمية عشان نقسمها كمية، يبقى هنحطه كله زي ما انت نحط هحط كله. توايس عشان نبقى فير، عشان إذا عشان في حد نقسمها. عاوزها ياخدها يعني يتعالج بيها. وقولوا لي إيه رأيكم، أنا جربتها على واحدة اسمها مدام هناء ونجح معاها جدا. وريني كده بس، وإحنا استنى انتي هنجرب الحلقة بقى عليها يس. عشان نظبط. قمر قمر، ثانك يو لا حبيبتي ثانك يو. الحلقة بتاع المرة اللي فاتت هو العبقري. القرد 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 والشجرة صح. والشجرة. ناو حطينا بذور كتان مع معلقة زبادي، كمان هنحتاج معلقتين على الخلطة دي من الرز المسلوق ومضروب بالبلندر بمية بس عادية جدا قوي خالص. ادي واحد، الرز مفاعل نووي للشعر بتاع التساقط، و زي النشا للوش، الرز للشعر. لا النشا دي جوزي يا اختي. النشا دي جوزها يا اختي. طيب ما انا هو متجوزه ما النشا. الرز، ميه الرز والرز ده مهم بذور قوي للشعر. الكتان بذور الكتان. يا بذور اوكي، الكتان، يعني المعادل بتاع البوتوكس، النشا البوتوكس الحقيقي البوتوكس طبيعي لبذور الحقيقي الكتان. بذور الكتان هيساعد مع الرز مع الزبادي في تقويه البصيله داخليا وخارجيا، يعني انت كده بتاخدي خلطه 100% مضمونه للتساقط وللعلاج الهيشان وللتنعيم كمان، لانه الرز بينعم عند يطري كمان الشعر. حاولي كل مكون بتحطيه بتقلبين عشان يبقى على ميكس. عليها ملعقتين كبار، اذا مش متاح زيت الروزماري تقدري تستغني عنه وتاخدي زيت زيتون. اوكي Here is one. ده هما تقريبا يعتبروا 2 ونص يعني. اوكي تمام. البرتقانة العالمية اللي مشهورة بيها ابي لندن ووكر هي اساس الفيتامين سي لفروة الشعر، مسلوقة هايلة ومضروبة. هايلة. بتحطيها على الكيكة على البسكتس، بتحطيها في بتعمل ريحة الفريزر، حلوة. كأنك بشرتي قشرة البرتقال. و صبار الصبار، ناقصني العسل. الصبار الفريش يستحسن للتساقط عشان هو مضمون اكتر. هاخد منه 2 لارج سبون لو قدرت تعايري. 1 2 اوبس اوكي. يا تخينه يا لهوتي. يس اوكي ناو اهي، يعني على قد ما نقدر خدنا منها ملعقتين كبار. ما اسلكيش غير العسل. العسل انتي بكتيريا لفروه الراس، بيساعد على اخفاء الحكه او الهرش، او يساعد كمان مع الزبادي على اختفاء القشره. انتي يعني كده ده كمان، يعني لو ده انت عندك 100% مشكلة في لازم، القشرة، لان القشرة من الحاجات اللي بتساعد في سقوط الشعر سوا. يبقى الزبادي والعسل. لو انتي بتشتكين من القشره زبادي وعسل ومعلقه خل ابيض، خل التفاح.
لكن في الماسك ده مش هنحط خل تفاح. لا مش محتاجين، لانه انت كده عندك تقريبا الفطاحل والاسود كلهم جوه البوله دي. عندك الغابه الاصليه يعني كل الحيوانات وحوش الغابه.